ولا شيء. خلني اروح للمغسلة. بعد سوي وقت جو. نعم عليه. يا جيل جايين في الطريق ذا الحين. اسر. ها؟ لا جو رايحين. الله يهديك. تبي نزين المكان ونرتب الجلسة؟ الساعة 9 بيجو. للحين ما عاد باقي شيء. قدم في الضيافة الظاهر. اي بس بيدخل الساعة 9. صدق انها وقفتني النقطة وانا طالع منها من جدية. يعرفونك. ها؟ يعرفون. قسم بالله اول ما وقفت عنده على طول ايش قال؟ الرخصة والاستمارة. تبشر طال عمرك. يشبح فيني هو انا مو هو بنا هو انا مو هو بنا. يوم اعطيته اثباتي قالوا نعم يا راعي كاريزما. والله العظيم ابو ثقة. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا مشاهدين قويين. وفي رجال في رياجيل يسلمون عليك امس قلبت عليهم في الديوانية. الله يسلمك وياهم من كل شر. والله كل من جاء من العيال انه يقول في ناس يسلمون عليك. الله يسلمهم من كل شر. يسلمون عليك. اي ديوانية؟ ها؟ ايش ديوانيته؟ عندنا في في البيت؟ لا 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 في ديوانية من الشباب. الله يسلمك وياهم من كل شر. اسلم عليهم من ذا المنبر اقول جعلني فداكم كلكم. فيهم الديوانية فيها الشباب واجد يعني ما هم فيهم رياجيل قبائل. اي من كل قبيلة. من كل قبيلة. يا رب يسلمهم من كل شر ووصل سلامهم. باذن الله ان شاء الله اني ابجيهم واحب اخشوهم واحد واحد. الله يكرمك. الله يكرمك الجنة. اللهم امين. من قبله وانا من قبله من قبله وانا من قبله وين ربي بحبه بلاني لا طويله ولا هي قصيره نعم العود عود اهلي يعني صاحبي شد ميل تويبه ايش تقول لا ما عاد باقي الا 7 ايام يا ابو ثقل يا الله يا ربي ايش رايك تتمنى انك توك بادي من لا. اول يوم لا ها او تتمنى انها تتمدد اتمنى تتمدد 90 يوم ما تكفيك لا عشان ايش عشان حسنات حسنات ايش ابي حسنات من الناس اللي إذا تبي حسنات تبي أجر عليك بأصدقه في وقف اليتيم لا أنا أتصدق بكل شيء ولكن فضلا من الله بعد يعطوني حسنات نعم اللي يتكلمون الدال على الخير لا اللي يتكلمون عليك تأخذ حسنات من يتكلم عليك يا أخي شوف ما في أحد الرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم في له محبين وفي له أعداء تكلم عن الأعداء مو كلمة أعداء يعني اللي يتكلمون عليك يا أخي ترك تكسب حسنات إي لابد من هذه أكيد هذه نعمة وثاني شيء طويل العمر محبة
سواء ايش؟ سواء هنا ولا من ربعك ولا من جماعتك ولا من مجلس ولا شوف. لا انا اقصد زاد على تكسب ودي ودي اطول اكسب محبه الناس. محبه الناس غايه لا تدرك. لا هذه رضا الناس. رضا الناس. اجل رضا الناس. رضا ما هو بعيد من الحب، الرضا لازم ترضي عشان ونشهد. انا ما قال الرجال لا تشخصنها. الله يذكرك بالخير يا ابو علم. الله يذكره بالخير. يا يا ربي وانت ربي. الله يذكره بالخير ويفتح له فتح طيب ان شاء الله. انا مقدمه. الله يفتح له ويفتح على الجاده اللي في الطائف هو مقدمها. الله يرزقه رزق ما حسب له حساب. اللهم السامعين. يقول الله يرزقني رزق ما حسبت له حساب. رزقني يخلي مدير البنك يوقف يدق لي ما ادري يحطني على الكرسي. ما عليك. بيحطك على الكرسي بيقول لك مرحبا اللهم السلام وبيجيب لك القهوه وبيجيب لك الماء. الله يرزقنا برزق ما حسبنا له. يا الله يرزقني برزق ما حسبنا له حساب ينسى المحتاج وش كان محتاج. الله اكبر. هذه لك اكيد. هذه لك لانك انت طماع. هذا صار قرص ما عاد هبه. هذه السلطان بنت قري وين اللي ياخذها؟ ما تدري. يلا هذه لك. لا لا بس بس فادي يجيني يا ولد. بسوي لك صغيرة. هذه يبي لها جمر يا ابو. هذا قاعد تسويه مكفن. هذا يحرق ايده. فدى لعيونكم يا سيوف. ما كليت مضبوط بيتنا اليوم؟ الا. يا اخي لا كليت منه ما شاء الله يا ولد اشبع. احس ما عاد ابغى اكل شيء. ما غيركم يتعشى وياكل فيها العافيه توي ماكل والله. من اللي تعشى؟ من؟ شباب مقدمين. انا البريتسي. اسمع ابو شداد لما جيت انت عند الثلاجه كيس حليب وكيسان عطني هاي لكم. حليب وش؟ حليب ابل. ونعم ونعم. روح الجمهور المطنوخ جايب لي حليب خلوات. حطينا في كيس. كياس. من هم عنده؟ والله ما ادري. جابوا لي قال في ناس جايين يقولون جمهور سلطان اعطاها. ودنا والله من عند ابو كايد. ابو كايد بيجي ان شاء الله. ما ادري ليه انتم كلكم تحبون ابو كايد. لا؟ تحبون ابو كايد كلكم. اللي ما يحب ابو كايد ده. انت تدري؟ حتى اللي حببتنا في ابو كايد. حجاني في ذاك. هذا من زود طيبك وطيبه وغلاه. ما يكون الله زود. وبشرك اللي يحب ابو كايد تراه يحبك واللي يحبك يحب ابو كايد. يجعل امرك سني. انت من قبله وانا من قبله وين ربي بحبه. البريتسي راح اجعلك في اجعلك لا اجعلك ما وش تبغى من الثلاجه؟ انزل عند فهد. شجع بسرعه. جيب جيب حليب. في كيس؟ اي في كيس وان في كيسان. في اكياس في اكياس. الاكياس يسمونها في ناس يسميها كيس. ايش سميتها انت؟ ناس يسمونها باغه. باغه اي. هيت من قبيله وانا من قبيله.
به 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 اي والله اللي ونعم سلطان حبيبي ملعقه يا سلطان وش عندك ايش تبغى وش تنسون الله الله ابغى واحدة اثنتين ثلاث ليه انا سباب اخذ ما باخذ الحادي فهمت يا حياتي ايش رايك لعينك صاير كيوت ترى لا يبينا يبينا الله دباب الله ايش تكتب سويتها تقتلهم كلهم يلا يبيلي شيء اخر فين جمناك يا حبايب صح النوم صاحبتك يلا حيا والله خذيت لي غطه ريحيه نشطتني قسم بالله بس حاسه شعري يا ليل روح استشوى حاسه شعري يا اخي ما شاء الله وجهك صافي من المعجون ها بعد توجهك ان شاء الله صالح كنت وعد انا ما سويت مجهود صح؟ لا حطيت حطيت؟ حطيت واحرقني سيف قم خلنا نلعب نلعب ايش؟ نلعب في لعبه حلوه لعبه حلوه يلا قم خلنا بنسرق على ذولا سندويش شو اسمه ذي؟ زغازيل شو اسمه مدري قرصان ذي مدري شنو علي بن نياز شوف الحين في كيس واضح انه عندي اقرب كبري بس لا مو مجونا مو جوي عادي نحط مع حليب نياق لا كوفي قهوه اي يجي والله يجي والله والله ربي اسبريسو عادي نحط معها شاهي نجي حليب بالشاهي عادي صالح دايم ها اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقبل